بسم الله. الآن سوف أنزل من سيارتي. وأذهب لأخذ هاتف. البحث عن هاتف. هو ده. أين الهاتف؟ سوف أبحث عنه. دوك راح ناخذ هاتف. حوس الهاتف خلاه لي مولاه هنايا. راح نشريه. شوف وقيلة هذا ينسر وش هذا هو يبيع. هذا هو بالذات حلقوا لي في الباب تاع الدار من البراء. تغلق الهاتف على كل حال. حطه الهاتف شارجر ليكوتر واحد ما يعس ما نعرفوش. انسان ما نعرفوش. ما شفتو كيفاش عامل. ما يعرفني. ما شفني كيفاش نعمل عبر الانترنت كيما واد كنيس. تفاهمنا. قال لي ما عنديش الوقت ما يقدرش يستناني او بعد الخدمه دوكا. بعث لي قال لي نخليه لك عن الباب. وبعث لي انت دراهم ما خلصوا هكذاك بار انترنت. ها الهاتف في يدي. هاني جيت هنا عمري ما جيت لها الجهه. ما نعرف السيد ما يعرفني ودوك نخلصوا بالانترنت. هذه تفسر حسب علميا تفسر تقريبا 25% ربع لحجم الاقتصاد في هذه البلاد. الثقة اللي كاينة سبحان الله.